كيلو من صدور الفراخ متقطعه كده شرايح محمله شويه. عندنا الكسكسي بقى اللي احنا عملناه، نص كيلو بصل متقطع جوانح، ربع كيلو من الكوسه الصغننه متقشره ومتظبطه، يعني هي بصوا مش عاملين فيها حاجه غير اننا مظبطينها وغسلينها كويس. عندنا كمان ربع كيلو من الجزر الصغير، ربع كيلو بطاطس اللي هي البيبي الصغننه دي متقشره طبعا، معلقه صغيره من الثوم المهروس، سمنه، وعندنا كمان شوربه، رشه سكر، ومعلقه صغيره من بهارات الفراخ، نص معلقه صغيره من الكزبره الناشفه، نص معلقه صغيره كمون، ونص معلقه صغيره قرفه بودر، رشه زعفران بودر، وملح وفلفل اسود. دي المقادير. تعالوا نتقطعها شرايح كده، يعني اشبه ما يكون بحجم الكوسه مثلا عشان يبقى كله ايه واخد نفس التقطيعه. فعندنا الفراخ زي ما انتم شايفين بنجيب الصدور سليمه، نغسلها كويس قوي قوي. نحط لها بقى عصير برتقانه، عصير ليمون، خل، اي حاجه علشان تشيل الزفاره بتاعتها. هنشطفها بعد كده كويس قوي ونسيبها تتصفى، مش عايزين فيها اي سوائل خالص. ممكن كمان ننشفها زي ما انا بعمل كده بحيث ان احنا ما يبقاش فيه اي سوائل تنزل بقى تطرطش علينا وكمان تقلل وتبطئ من عمليه التسويه. نشفنا كويس. طيب يلا بينا بقى. عندنا السمنه، بسم الله الرحمن الرحيم. هحط سمنة تسخن على النار، ممكن اديها كمان معلقة زيت واحدة. بسم الله. هستناهم بقى يسخنوا كويس جدا جدا. محتاجين ان الطاسة والمادة الدهنية اللي احنا حطيناها تسخن كويس قوي قوي علشان لما ننزل الفراخ تبتدي تاخد تشويحة معانا سريعة، بيبقى طعمها احلى، لونها بيبقى حلو قوي، كمان الـ 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 الانسجة بتاعتها نفسها بتبقى طرية وما تنشفش طبعا، بفعل ان هي محتفظة لسه بالعصارة بتاعتها. هستناها تسخن كويس جدا وندي. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. افرزي الكمية في الصينية بالشكل ده، حاولي ما تقلبيش، سيب الفراخ تاخد الحرارة كلها بدون تقليب علشان ما نبردهاش، فسيبيها تاخد الحرارة كلها براحتها خالص علشان ناخد لون حلو وكمان طعم حلو قوي. حضر الخضار اللي معانا، زي ما قلنا معانا بطاطس بيبي اللي هي زقنانة دلوقتي متوفرة جدا في السوق، بصوا شكلها بيبقى لطيف قوي، ما بتتهريش كمان، بتستوي من غير ما تتهري، هيبقى شكلها حلو قوي في التقديم. تمام. وعندنا البصل والثوم، دول هناخدهم بقى نقربهم مننا شويه. والبهارات اللي عندنا كمون بقى وكزبره، وعندي كمان زعفران بودر وقرفه ورشه سكر، وهبتدي اخدهم جنبي هنا علشان نبتدي نتبل الفراخ بعد ما الفراخ تكون خلاص اخدت اللون من جميع الجوانب. دلوقتي نقدر نقلب الفراخ تقليبه. بسم الله الرحمن الرحيم. كل تقليبه هنستنى بقى ايه شويه ما نقلبش تاني، وافرديها كده ايه في الصينيه بتاعتك علشان كلها تبقى ملامسه للحراره. شايفين التقطيع حلوة قوي. ممكن نستخدم في الفراخ دي او بدل الصدور عامة، ممكن نطلب من بتاع الفراخ الموز، بس طعمها بيبقى حلو قوي، تبقى طرية وكلها نفس الشكل فبتبقى شكلها حلو قوي في التقديم. تمام. فممكن نستخدم الموز بدل ما نجيب صدور كاملة، هتديكي نتيجة هايلة قوي، مش تحتاجي بقى تقطيع ولا حاجة. انا بقلب اللي عايزين يتقلبوا. زي ما انتم شايفين كده بصوا اتشوحت وبقت 10 على 10، خلاص ما عادش فيها شكل الفراخ الني. دلوقتي اقدر اضيف البهارات، يلا بينا نضيفها. بسم الله الرحمن الرحيم. كوسه، حاضر، حط بقى الكزبره، الكمون، البهارات بتاعتنا، والقرفه، ورشه سكر بسيطه. بينا نقلبهم. حلو قوي.
هشوحهم تشويحة كده لطيفة، ونحط لهم بقى البصل، وادي كمان الثوم، ونشوحهم بقى لغايه ما كلهم ياخدوا من لون وشكل بعض وطعم بعض كمان. والفراخ ريحتها جباره ما شاء الله. كنا شوحنا الفراخ الاول كويس قوي في معلقتين سمنه ومعلقه زيت، خدت لون كده ويعتبر دخلت في السوى من جميع الجهات. نزلنا لها البهارات كلها اللي كانت معانا، وحطينا كمان البصل والثوم، شوحناهم مع بعض كويس زي ما انتم شايفين كده. بصوا الجمال واللون خطير. تعالوا بينا نحط لها بقى الملح والفلفل، ونحط بقى الخضار اللي معانا. زي ما قلنا معانا الكوسه يعني صغننه خالص، جايبين حاجات كده حجمها صغنن احطها، احط كمان الجزر. كل ما الحاجه كانت صغيره كل ما حتى في التسويه بتاعتها تفضل كده محتفظه بشكلها وهتبقى حلوه قوي. حط كمان البطاطس، وندي بقى شويه شوربه علشان اسوي الفراخ مع الخضار. سيب بقى الكلام ده كله بقى كده ايه يستوي مع بعض. طبعا كميه الخضار براحتك، زودي اللي انت عايزاه بالكميه اللي انت حباها. وهدي النار بقى علشان اسيب الكلام ده بقى ايه يستوي مع بعض. ممكن نزود شويه شوربه كمان، مش قادره اقول لكم على الريحه وجمالها، تحفه. يلا نهدي النار تماما عليها. عايزه اقول لكم الريحه بجد وهميه ما شاء الله. ندي تقليبه بقى كده علشان نشوف هنعمل ايه. كده خلاص كل حاجه استوت وبقت 10 على 10. بينا بقى نقدم. تعالوا بينا نشيل بقى ده من على النار ونبتدي نشوف الكسكسي نفسه. نجيبه كده نسخنه، نعليه بقى النار. وعندي الزبده، بسم الله الرحمن الرحيم، معلقه كده من الزبده علشان نبتدي نشوح فيها الكسكسي. الزبده بس تسيح كده عشان ينزل بقى ايه يتغلف كله بيها. يلا بينا. واحنا بنشوح بقى عندنا هنا في صوص كده نازل من الفراخ، هبتدي اخد منه واحط على الكسكسي علشان نديله بقى طعم الفراخ بتاعتنا. نقرب كده. ناخد منه قد ايه؟ حوالي نص كوبايه كده. ونبتدي نقلب بقى على النار مع الزبده، يبتدي بقى الكسكسي يتشرب من طعم الفراخ والزبده فيبقى طعمه حكايه. وزي ما قلنا ده بيخليه يبقى طري لسه، ما ينشفش مننا واحنا بنسخنه بالشكل ده، ويدينا كمان طعم لذيذ قوي. عايزين نحط كمان، نقرب دي شوية. نايل. نفضل نقلبه بقى لغايه ما خلاص يتشرب الشوربه اللي احنا حطيناها له ويسخن كويس قوي علشان يبقى طعمه كده ايه لذيذ جدا جدا.
سخن اهو، كل ما تحسي ان هو محتاج اديله ايه شويه شوربه بشويه شوربه. احنا بناخد الخلاصه بقى بتاعه الفراخ مع الخضار، فالطعم هيبقى حكايه. زي ما انتم شايفين سخن خالص، وتشرب كده الشوربه بتاعته، مفلفل وجميل. بينا بقى يلا نرفع نروح نحط بقى في طبق التقديم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. ريحته هايلة ما شاء الله. طيب نشيل دي بقى ونجيب الفراخ بتاعتنا المستوية والخضار المستوي معاها علشان نقدمهم مع الكسكسي ومنديل ننظف بيه الدنيا كده. لا والله عندنا واحدة بس استوت خالص. الكوسة استوت خالص. نحط بقى بطاطس. الخضار بيبقى لذيذ جدا، شايفين لونه؟ شايفين استوى قد ايه؟ طبعا الفراخ كمان عشان متقطعة شرايح كده مش تخينة، فبرضو استوت معانا على طول. دلوقتي بقى اقدر احط الفراخ بالبصل بقى. حلو قوي بقى الفراخ بقى على الوش، مع اني مش عايزه داري الكسكسي خليه باين معانا كده، فخليهم بالشكل ده. وممكن نجيب بقى معلقه والبصل ده والصوص ده يا يتحط في طبق جانبي جنبه، يا اما ان احنا برضو نوزعه عليه. ما شاء الله شكله حلو قوي وطعمه لذيذ قوي قوي. خلصنا كده وصفتنا دي. وزي ما قلنا الصوص اللي يفيد بالبصل بالحاجات دي كلها يتقدم في طبق جانبي جنبه كده، هيبقى حلو قوي اللي حابب يزود.